أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Ô vous qui avez cru quand on appelle à la salade du jour du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tous les gosses. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر إنه على لقادر تبلى السرائر الرجع وذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد إنه دون كيد
وأكيد الكافرين أمهدا إنهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين مهلهم رويدا. والسماء الرجع والأرض ذات إنه فصل ما هو بالهزل إنهم يكيدون وأكيدا فمهل الكافرين أمهل رويدا. صدق الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد رسول الله حي على الصلاة على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah
ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونتوب الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، له غثاء أحوى. وأشهد أنك يا سيدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله حبيب النبيين والمرسلين، نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى، شفى الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاد. يا رب صل على محمد في الأولين، ويا رب صل على محمد في الآخرين، ويا رب الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور الله سينيور دي زونيفير ولو الله تبارك وتعالى نو سارت سلوي كالله غيدي نسوغا يغاري سلوي كال رومات سور لو دووا شوما اي جاتيس كينيا دو ديفينيتي سول سونز اسوسيي اي جاتيس كو نوتر ماتر اي بيان ايمي سلم et l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Raison en islam, dans la continuité de ce qu'on a commencé, qui a eu beaucoup d'échos, et on a eu beaucoup d'échos et beaucoup de réponses dans le mariage, et on a parlé du sens propre du mariage sans passer par cette fornication déguisée. Le jeune d'aujourd'hui, quand il dit « je fais la Fatiha », quand il appelle la Fatiha, alors que c'est un acte de mariage religieux, il reste chez ses parents pendant 4-5 ans. Et on a dit ça, ce n'est pas les conditions du mariage en soi, ne sont pas. Donc à ce moment-là, on ne peut pas appeler cela un mariage, si ce n'est une fornication déguisée, avec une couverture religieuse. لما كنا قد تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، هذا الموضوع كان له صدى تكلمنا عن الزواج وشروط الزواج ومتى لنقطة واحدة هي الذي يسمونه الحلال، وقلنا هو عقد زواج شرعي. وأصبح شبابنا إلا من رحم الله يمارس هذا ما يسميه الحلال، و مقنن أو زينة تحت غطاء ديني، إذ أن الشاب وهو في مقتبل العمر ابن 19 وليس له سكن وليس له شغل منصب عمل دخل شهري، ويقول أريد الحلال من بنت هي تبقى والدي وأسمي هذا حلال أو زواج لمدة 4 سنوات أو 5، وليس ما يعطيك الضمان أنه سيتزوج بالبنت. وقلنا هذا زين مقنن لأنه شباب ولله الحمد، جاء واعظ الله في قلوب لكن بقيت فيهم سمات من سمات الجاهلية. خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، فأبقوا على هذه العادة السيئة المقنن، نسأل الله السلامة. وقلنا للأول أباء اتقوا الله في أبنائكم اتقوا الله في بناتكم خنيا الله فوفي إنو لدوني با نو سبحان الله نو ساكريفي با فوفي au nom de la religion et la religion elle en est innocente comme le loup il a été innocent du sang de Youssef عليه السلام اتقوا الله. اليوم في هذه العجالة أيها الأفاضل هي الولي. On va parler aujourd'hui
On est toujours pris par le temps du tuteur en islam, à savoir parmi les conditions de la validité du mariage musulman, on a dit c'est quatre, le consentement mutuel et la présence du tuteur légal de la fille. Et le tuteur légal de la fille, on le prend d'abord dans l'affiliation du papa, à savoir le grand-père, le père, le frère, l'oncle et ainsi de suite. Si on n'en trouve pas, on va la maman, l'oncle, le neveu et le grand-père du côté maternel. قلنا النقطة الثانية من شروط صحة الزواج هو الولي وجود الولي لا نكاح إلا بولي أيما نكاح بدون ولي فهو باطل 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 والولي نبحث عنه من جانب الوالد الوالد الجد العم الأخ الابن ثم إذا لم نجد فنبحث عنه من جانب الوالدة أخ الوالدة أو والد الوالدة الجد من الأم وما إلى ذلك أما النقطة التي أريد أن أتحدث عنها معكم اليوم في عجالة السوجي concernant le tuteur c'est cette mode qu'on a trouvé chez nos jeunes. Un exemple. La fille, le papa, injustement, il n'accepte pas que sa fille se marie avec un tel pour X raisons. Il n'est pas de la même ethnie, il n'est pas de la même origine. Il est injuste. On le signale devant Allah, haram alayh. Il ne peut pas refuser. Il a été comme un tardant ou un dîner. Si il est musulman, tu ne peux pas refuser parce que Hadak, il est, par exemple, en Afrique, il n'est pas de la même ethnie. Hadak, un Malien, Hadak, un Sénégalais, un Algérien, un Marocain, un Tunisien. Religieusement parlant, il n'a pas le droit. On se met d'accord. Là, le point est réglé. Maintenant, est-ce que, parce qu'il n'a pas le droit, que la sœur, elle dit oui, du moment qu'il n'a pas le droit, je peux me marier sans wali. Attends, Malkobra. Et pour cela, on trouve des pseudo-imams. Ou des imams 2.0 qu'on les trouve chez Google, vous savez ce qu'il dit à la fille. Il lui dit, c'est simple ma soeur, du moment que le papa est injuste, tu n'as pas besoin de wali, tu peux te marier. Attends, Malkobra. Où est-ce qu'on se retrouve? Vous êtes Aïcha Kam, la Hayata Kam, la Falharam. Vous imaginez? Fille, mais Ashbah Laïm, fille Moujoudin. Moujoudin, un des chefs Google, Ashbah Laïm, comme on a dit, Aïe ou Hadid, Ashbah Imam. فيقول البيت بما أن الوالد غير عادل رفضه غير عادل وقلنا احنا ظلم البنت واعترفنا بذلك ولكن من الذي ينزع الولاية للأب من كي peut enlever la tutelle كي l'autorité religieuse compétente en la matière pour enlever la tutelle au papa كي un imam un pseudo imam 2.0 لا tu n'as aucune autorité mais regarde les conséquences المضرة شوف واش راح يجي وراها regarde ce qui la devient après. Elle va vivre dans le zina. Elle aura des enfants illicites. Mais ça, juste parce qu'un imam 2.0, il a entendu un shir 2.0 qui dit oui, du moment que le papa est injuste. On vient de dire que le papa est injuste. Mais dis-moi qui est cette autorité compétente en la matière pour lui enlever la tutelle. Est-ce que tu as un juge pour lui enlever la tutelle? Si c'est un juge, oui, il peut lui enlever la tutelle dans un pays musulman. Mais ici en France, qui? Et si tu te maries? زواجك حلال ولا حرام والله زواجك أي من نكاح بدون ولي فهو باطل 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 il est invalide 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 juste parce que le papa il a dit non et maintenant que faire ben patiente essaie de faire frappe à toutes les portes j'ai beaucoup de gens qui ont adouci le corps du papa mais après il y a l'autre point que nous on oublie vous êtes des musulmans votre dogme notre dogme les musulmans ton dogme t'implique que des fois tu acceptes ce qui te vient d'Allah. عقيدتك أنت كمسلم واحد أنك تقبل ما يأتيك من الله عز وجل. Peut-être c'est ainsi que Allah t'envoie et te dit bah c'est pas le bon pour toi ou c'est pas la bonne pour toi. ربما الله عز وجل قال لك لا سبحان الله الرضا بقضاء الله هذا باب من أبواب الرضا بقضاء الله بما أنك أنت قدمت السبب أو الأسباب يومك تو غامني لا كونديسيون أو لي كونديسيون مي كو سا نا با مارشي ولكن لم خلاص الله ما كتبش قد قدمت الأسباب أنت بالسبب والله عز وجل لا يريك إذا ربما تكون هذا آية من آيات الله عز وجل أنه يخبرك قبل أن تقع الفاس في الرأس يقول لك لا ليست لك ولا تسمح لها والخيرة فيما اختار الله وتقول اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تجي يا الله ريكومبونس مو دون سو مالور كي فيان دو مي توشي اي دون مو سو كي ميو بو مو ها العقيدة الصحيحة ها مفهوم أو باب من أبواب لا إله إلا الله
معنى لا إله إلا الله في الحياة اليومية. C'est une porte parmi les portes de la signification, de l'implication, de la profession de foi ou l'attestation de foi que tu dis tout le jour. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son messager, que tu acceptes. Pourquoi tu vas forcer le destin sous prétexte, oui, je l'aime et il m'aime. Et Tam al-Kubra aussi, un autre phénomène qu'on voit souvent. Là, ça, là, c'est le summum. Là, c'est le summum. Et là, il y a aussi beaucoup d'imams 2.0 qui lui disent, la fille, elle te dit, regarde, elle prend une autre déviation, ou le garçon, un autre chemin. Généralement, c'est la fille. Juste pour arriver à ses fins. Vous rappelez-vous, dans des assises ici, je vous ai souvent dit que Shaitan, il prend 99 portes de bien pour vous ramener à la centième qui est le haram. قلت لا تذكرون الذين رواد المسجد هنا غالبا ما أتحدث وأقول أن للشيطان 99 باب خير والباب المئة يتكبير الشر. شوفوا شو يقول لها الشيطان هنا. قالت بابا رفض الوالد رفض لسبب غير شرعي. دونك بابا إلى غوفيز إلى باد إلى با فوندي سون جوجمون. طيب هو ظالم ظلمك إن شاء الله الهداية. طيب جميل. ومن بعد قالت انا يمكن نتزوج بدون ولي. هي كيف مين جبتيه؟ جو بو مو ماريي سون تيتور سون بابا كومو تي بو لو فير. باب الشيطان شوف امين دخل. قالت بابا انا لا يصلي مون بير يفي يبري با يفي با لا بري. اي ومن بعد واش كاين؟ لا مادام لا يصلي فهو كافر. التامه الكبرى قالت نو سيل نو بري با ايلي بلو مسلمون سيل انفيدال يا بلو دو توتال. هي باش يوصلها برك الباب واش هو؟ باب الحرام. شكون اللي قال لك انت كافر بابا؟ مين جبتي هذه؟ لو فخير انتوندو لو فخير كي انتوندو لو شيخ اي كي انتوندو او تو سا جوجل سو انترنت. فوز ايماجيني واش كون ايت اريفي؟ سادير شوف اون انلفي لا توتيل او بابا اون اروندو لو بابا مي كريون كافر كافش يا كافر يا بابا خرجتو من دين الله. شكون انت؟ كي تا دوني سيت اوتي؟ كي؟ تقول لي قال طيب كان أقوال ولكن هي كل الأقوال تكفر؟ لا ليس بالكافر إلا من أعلن كفره. إلي با انفيدي إلي با ميكيون صوف سي سو ديرني تو لو دي با بوزي اون كيسيون ا كيلكان كي نو بري با لو بوزي لا كيسيون بوركوا تو نو بري با إي با إيكوتي سا فيرسي أو سا ريبونس. سي رار أو تو تروف كيلكان كي نو ركوني با لا بريا كي تو دي لا صلاة ما كان ما انيزيست با إي جي با بوزون دو فار صلاة تو نو لو تروف با أو الشيطان أو الدنيا. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هي معصية كبيرة من الكبائر نقولها ونعيدها. سي بامي لي غون بيشي أخي الفاضل بامي لابليكاسيون دو لا إله إلا الله. مقتضى لا إله إلا الله هو السمع والطاعة بدون تلكؤ. سي لا سوميسيون توتال أبسولو أو زور ديفان الله عز وجل سون تو بوزي دي كيستيون. إي بامي لي زور ديفان الله عز وجل سي دكومبليغ لا بخيا سان بخيا كوتيدان دي فريكونس فاريابل. لي سانك بيلي دو الإسلام لو بلوز إمبورتون بيلي أبخي لا بروفيسيون دو فوا سي سانك بخيا كوتيدان دي فريكونس فاريابل. بعد ما في واحد يناقش فيها. اما انك تكفر باباك باش تتزوج شوف وين تبدا ها وين طامر كبره وين وصلنا. دونك انت دي الي انجوست دونك جو بو مو ماري باسكو يا كيلكان كي لو ا دي لو دوزيام بوين انت دي وي باسكو لي ميكريون اي بو كومو تو سي كي لي ميكريون با اي بري با اي بوكو اي بري با تو لي ا دوموندي نو دونك سي جوست il ne prie pas ça veut dire il est kafir ça veut dire je peux me marier. Voyez-vous les parents où est-ce qu'ils sont nos enfants? Ben faites attention, essayez de voir avec qui ils parlent, avec qui ils chatent, avec qui, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils écoutent. Et tout ce qui porte une barbe, ce n'est pas forcément un alim. Un alim, c'est quelqu'un qui a fait des études, et celui qui a fait des études, il ne les a pas fait sur cher Google. Il les a fait parce qu'il a passé des nuits et des nuits. Ou dans une université, ou chez un chir, il s'est mis au pied du chir pendant 4-5 ans pour apprendre. Mais ce n'est pas celui qui est juste le barah, il a appris la salat, tu te dis, ah ouais, ton papa, wallahi, elle m'est arrivée ces questions-là au bureau. Elle me l'a dit comme je vous le dis. Mon père n'est plus musulman, je peux me marier, astaghfirullah, parce qu'il ne prie pas, il est kafir. Ya, khil fadl, subhanallah, est-ce que vous réalisez la pesée de ces mots-là? Et vous réalisez les conséquences qui deviennent par la suite quand elle va se marier parce que le papa. Et maintenant, moi, juste une question. Pour la sœur qui se dit que je peux me marier sans mon papa parce que ce dernier est kafir. Moi, je te pose la question, ma sœur. Si ton premier mariage, c'est le plus beau jour de ta vie, est-ce que tu peux sortir de chez tes parents comme une voleuse?
Ça, tu vas faire un mariage en cachette comme si tu as quelque chose à te reprocher. Alors que tu peux sortir de chez tes parents avec le baraka de tes parents, chacun selon leurs traditions. En Afrique, ils ont des traditions pour accompagner la fille. Au Maghreb arabe, ils ont une tradition que le papa il accompagne, il lui met le barnos par exemple, il l'embrasse sur le front, il lui dit Rohiya Benti, ala barakatillah. Alors que tu ne peux pas avoir cela juste parce que, soit disant, tu aimes quelqu'un que le papa a été injuste parce que l'autre il est malien, ou hadak algérien, ou hadak tunisien, ou hadak. Est-ce que tu réalises? N'as-tu pas entendu ce que il te dit, professeur Sallam, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui rendra en mieux. Vous réalisez ou pas? Notre cheikh il est venu, donc on actafi bihad al-qadr. إن كان كنا من أهل الدنيا فللحديث بقية في أخ لنا ولكم محرز ومصاب بمرض خطير فيطلب منكم الدعاء ونحن في هذا اليوم المبارك والشهر المبارك وهذه الساعة المباركة فاللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفيه بشفاك إنك أنت الشافي الكافي يا ربي قل تدعوني وأنا أستجب فيا ربي اشفي أخونا محرز شفاء لا يغادر سقما ورده لأهله سالما غانما إنك يا ربي على كل شيء قدير آمين 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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي نصب من كل كائن على وحدانيته برهانا وتصرف في خليقته كما شاء عزا وسلطانا واختار المتقين فوهب لهم بنعمته إمن أمنا وإيمانا عم المذنبين برحمته عفوا وغفرانا ولم يقطع أرزاق أهل المعصية جودا وامتنانا وأعاد شؤم الحسد على الحاسد لأنه ارتكب عدوانا روح أهل الإخلاص بنسيم قربه وحذر يوم القصاص بجميل كربه بجسيم كربه وحفظ السالك نحو رضاه في صربه وأكرم المؤمن به إذ كتب الإيمان في قلبه حكم في بريته فأمر ونهى وأقام بمعونته ما ضعف ووهى وأيقظ بموعظته من غفل وسهى ودعا المذنب إلى توبة لغفران ذنبه ما أظهر منه وما أخفى أرسل شمالاً ودبوراً فأنشر زرعاً لم يكن منشوراً وجعل الشمس سراجاً والقمر نوراً بين شرقه وغربه جهاراً رد عيون العقول عن صفته وأعشاها وأنذر بيوم محاسبته من يخشاها وخلق لآدم حواء فلما تغشاها حملت حملا خفيفا أحمده حمد عبد لربه معتذر إليه من ذنبه
وأقر بتوحيده إقرار مخلص من قلبه، وأصلي على رسوله محمد وآله وصحبه، أبي بكر الصديق ضجيعه في تربه، وعمر الذي لا يسير الشيطان في سربه، وعثمان الشهيد لا في صف حربه، وعلى علي معينه ومغيثه في كربه. ثم أما بعد أيها الأفاضل والفضليات، لا نزال في بيان بعض معالم شخصية المسلم الحقيقي، وبالتحديد في كلامنا عن واجباته تجاه زوجته. ذكرنا حقيقة الزواج الشرعي وعلاقته الوطيدة بالعقد المدني، وسنستأنف بحول الله تعالى في ذكر أركان هذا الزواج في الإسلام. Chers frères, chères sœurs en islam, nous sommes toujours en train d'aborder certaines caractéristiques de la personnalité du musulman, en particulier en parlant de ses devoirs envers sa femme. On a évoqué la réalité du mariage religieux et sa relation avec le mariage civil à la mairie. Aujourd'hui, inshallah ou ta'ala, nous reprenons et mentionnons ces piliers en islam bihawlillahi ta'ala. الركن الأول من أركان الزواج وجود الرجل والمرأة والرضا بينهما، فعلى كل واحد من الزوجين أن يحسن اختيار الآخر. فمما يتعلق بقبول الرجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترضون دينه وخلقه، جمع بين الدين والخلق. قد يتدين الرجل ظاهرا ولكن لا أخلاق له ولا تربية. وقد يتربى الرجل وله أخلاقه وله طيبته ولكن لا دين له. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين: الدين والخلق. لا تنظر في ظاهر الدين فقط، في ظاهر إسلامه، ولكن انظر إلى أخلاقه وسل عنها. فلا ينبغي أن تزوج المرأة إلا من صاحب دين وخلق مجتمعين. ثم فليملك هذا الرجل من المال ما يملك، وليحز من المناصب والرتب ما أراد أن يحوزها، وليبلغ جماله ما أراده الله أن يبلغه. اسمعوا جيدا. أتى رجل إلى الحسن، قيل بأنه الحسن البصري، وقيل بأنه الحسن بن علي، ونحن نقول أتى رجل إلى الحسن فقال له: عندي ابنة وقد خطبت إلي، فممن أزوجها؟ من صاحب مال؟ من صاحب جمال؟ من صاحب نسب؟ اسمع ماذا قال له: زوجها ممن يخاف الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. فكم من ولي تسرع في قبول رجل وتحسر لذلك، وكم من امرأة اندفعت وراء عواطفها وقبلت به زوجا دون النظر في دينه وخلقه، فندمت ندما شديدا. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى لهم صلاح الحال والعيش في مودة وحنان. وفيما يتعلق باختيار الزوجة أيضا، اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهنا لا يكتفي الرجل المسلم بالجمال والمال وما إلى ذلك مما يقف عنده بعض الغافلين والمغترين الذين لا يتعلمون من أخطاء غيرهم ولا يعتبرون بزلاتهم، فأخطاء الغير وزلاتهم مدرسة حقيقية يستفيد منها كل عاقل معتبر. دين الإسلام لم يلغي النظر في الجمال ولا في المال ولا في النسب، وإنما جعل هذا المعيار معيار الدين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المعايير، ولكن قدم من بينها النظر إلى الدين والخلق، وأثبت وثبت الجمال والمال والنسب
إنها الفطرة الإنسانية عباد الله. Serviteur d'Allah. Concernant les piliers du mariage en islam, ce sont le consentement mutuel des époux. Ainsi le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si un homme se présente à vous et que vous êtes satisfait de sa religion et de son éthique, mariez-le. Sinon, il y aura une grande épreuve et un grand désordre sur terre. Il n'est donc pas approprié pour une femme de se marier avec quelqu'un qui n'est pas doté de bonnes qualités morales et religieuses. Un homme est venu voir Al-Hassan. Il lui a dit, j'ai une fille et elle a été demandée en mariage. À qui je devrais-je la marier? À qui devrais-je la marier? Al-Hassan lui a répondu, mariez-la à celui qui craint Allah, car c'est l'aime et l'on aura. Et s'il la déteste, il ne lui fera pas de tort. Combien de tuteurs qui sont précipités à accepter un homme, puis l'ont regretté. Combien de femmes se sont laissées emporter par leurs émotions et ont accepté un mari sans tenir compte de sa religion et de ce caractère pour ensuite le regretter. Mes frères et mes sœurs, en ce qui concerne le choix de l'épouse également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on épouse une femme pour 4 raisons. Pour sa richesse, son rang social, sa beauté et sa religion. Choisissez celle qui est pieuse, vous réussirez. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. عباد الله، إماء الله، اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع الرجل من النظر إلى المال والنسب والجمال، ولكن أرشده إلى المعيار المقدم من بين تلك المعايير، ألا وهو معيار الدين والخلق، والذي لا يفنى معيار الدين والخلق لا يفنى ولا يبيد، فالجمال والمال يزولان ويفنيان ويبيدان، وكذلك النسب، كما دعا صلى الله عليه وسلم أيضا إلى النظر للمرأة قبل العقد عليها. فعن المغيرة بن شعبة قال، خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له فانظر إليها. نعم، فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. معنى أنه يجدر أن يؤدم بينكما أن يكون الاتفاق بينكما والمحبة والمودة. وأكد رسولنا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن الجمال من الصفات التي يتطلبها الرجل في المرأة الصالحة، فهذه طبيعة الفطرة إلى جانب الصفات المعنوية المذكورة الأخرى، وأن كلا منها لا يغني عن الآخر. ومن ذلك قوله لابن عباس، ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، كنز المرء في حياته الدنيا والآخرة، المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. Chers frères et sœurs en islam, sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit aux hommes de regarder à la richesse, la lignée et la beauté. Cependant, il a clairement établi que critère prédominant parmi ces critères est la religion, qui ne se dégrade pas et ne s'épuise pas. La beauté, la richesse et la lignée sont éphémères, mes frères et mes sœurs, alors faire attention. Il faut faire attention. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de voir la femme avant de conclure le mariage. Il est rapporté par Al-Mughir ibn Shu'ba qu'Allah l'agrée, il a dit, j'ai proposé le mariage à une femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, regarde-la, car cela renforce votre entente et votre affection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prouvé dans plusieurs hadiths que la beauté est l'une des qualités recherchées par un homme chez une femme pieuse, tout en considérant également les autres qualités morales.
Il a dit à Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, devrais-je te montrer le trésor le plus précieux qu'un homme puisse posséder? C'est une femme pieuse. C'est une femme pieuse. C'est une femme pieuse. فاللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. والركن الثاني من أركان الزواج وجود ولي للمرأة وهو الرجل الأقرب الذي يتولى تزويجها، فالأقرب الأب، ثم يليه الجد، ثم الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم من دونهم كالعم الشقيق والعم لأب كالمواريث تماما. هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم. وإذا وكل الولي الأقرب الولي الأبعد فيصح عقد النكاح ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. وأي امرأة نكحت نفسها بنفسها فزواجها باطل، فزواجها باطل، فزواجها باطل، صلى الله عليه وسلم. Deuxième pilier, parmi les piliers du mariage, la présence du tuteur de la femme. La présence du tuteur est indispensable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul mariage est valide sans le tuteur. De là, il faut savoir que le tuteur soit de l'affiliation du côté du papa, exemple grand-père, le frère, l'oncle, etc. Si on ne trouve pas, on prend du côté de l'affiliation de la maman, exemple grand-père, l'oncle, le neveu, et ainsi de suite. Ainsi, je demande pardon à Allah le Tout-Puissant pour vous et pour moi. Certes, Allah est miséricordieux. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum fastaghfiruh 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 tajiduhu ghafurar rahima. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الأفاضل والفضليات، من أركان الزواج الصداق أو المهر، وهو قدر من المال يدفعه الرجل للمرأة كرمز للتقدير والاحترام، فرضه الله تعالى للمرأة منحة خالصة وجعله حقا لها وليس سعرا لها، ولها أن تشترط في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتحسبون بأن القنطار هو تعداد الكيلوغرامات؟ لا أبدا. القنطار لا مفهوم له، أي حد لا حد له، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء النساء، لهؤلاء الآباء: أعظمهن بركة، أيسرهن مؤونة. وعلى فرضية الصداق والمهر يقول المولى عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وليس نحلة كما يقرأه البعض وكما يعتقده البعض، وإنما هو بكسر النون. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وليس نحلة أيها الأفاضل. نحلة معناه وجوب إعطاء المرأة صداقها عطية مبتدأة من الله تعالى خالصة وليس سعرا للعروس، والعياذ بالله. رابعا، الإشهاد عليه بشاهدي عدل على الأقل، لكونه لون من ألوان الإشهار عن قيام العلاقة الزوجية الشرعية بين الرجل والمرأة، وذلك لبيان الفرق بين الزواج الشرعي المؤسس على الأسس الصحيحة من الشريعة الحنيفية السمحة المباركة، وبين الزواج السفاح الذي يقام في الخفاء، ثم ليكون ذلك صيانة للحقوق الناتجة من قيام هذه الرابطة المباركة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. الركن الخامس وهو الصيغة، والتي هي عبارة عن الإيجاب والقبول. فالإيجاب ما يصدر عن الزوج أو من وكيله،
أما القبول فهو ما يصدر من ولي المرأة بالموافقة، فهذا هو المتعارف به عندنا. وانطلاقاً من هذه النظرة السامية للزواج، لا تستهوي المسلم الحق المظاهر الخداعة، لا تستهوي المسلم الحق المظاهر الخداعة، وإنما يستهويه أو تستهويه شخصية المرأة المسلمة الكاملة، فتجده متريثاً في اختياره رفيقة دربه وعمره، باحثاً عن الفتاة التي تحلت بالأخلاق الحسنة والتربية الطيبة والتي تحقق الحياة الزوجية الهنيئة المستقرة. وهذا كله ينبغي أن يتوافر عندك أيضاً يا أخي الكريم. أحدهم يقول: أريد أن أتزوج امرأة مثل عائشة رضي الله عنها ومثل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في التدين والأخلاق والقيام والتصدق، وبدأ يعد محاسن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسن الصحابة. وهل أنت يا أخي الكريم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل أنت كالإمام علي رضي الله عنه؟ انظر إلى نفسك يا أخي الكريم، ثم ابحث على تلك المعايير على حسب معاييرك، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أوفول بيانيمي دو بيانيمي صلى الله عليه وسلم. Parmi les piliers du mariage en islam, la dot ou le mahr ou sadaq. Il s'agit d'une somme d'argent que l'homme donne à la femme en signe d'appréciation et de respect. En signe d'appréciation et de respect. En signe d'appréciation et de respect. Allah l'a imposé comme un don pur pour la femme, en faisant de cela un droit pour elle et non un prêt à payer. Allah exalté soit-il a dit, et donner aux femmes leur dot de bonne grâce. Et donner aux femmes leur dot de bonne grâce. Quatrièmement, le témoignage de deux témoins musulmans. Il s'agit d'une procédure qui confirme la validité de l'union des époux, afin de différencier le mariage légal qui repose sur les principes justes de la législation musulmane de l'union secrète et illicite. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, nous a dit: nul mariage est valide sans le tuteur et sont deux témoins justes. Et tout mariage qui ne respecte pas ces conditions est invalide. Cinquièmement, la formule de consentement mutuel, al-ijab wal-qaboul. L'acceptation provient du mari ou de son représentant, tandis que l'approbation provient du tuteur de la femme. C'est la formule traditionnelle utilisée. Ibad Allah, ima Allah. إنها النظرة النبوية الهادية الصائبة إلى شخصية المرأة التي تستطيع أن تهب الرجل السعادة والسكينة والاستقرار، وتكون بالتالي مربية للأجيال وصانعة للأبطال ومنشئة للعباقرة. وإنه لحرص من رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام على أن يبنى هذا الزواج على أساس مكين راسخ متوازن من مطالب الجسم ومطالب العقل ومطالب الروح والعاطفة، ليكون قويا لا يزحزحه تنافر الأمزجة ولا تعصف به نزوات النفوس. ومن هنا كان المسلم الحق بصيرا لا يقع في حبائل خضراء الدمن. وما معنى خضراء الدمن؟ إنها المرأة الحسناء في منبت السوء. ألا يقع في حبائل خضراء الدمن، ألا يقع في حبائل المرأة الجميلة الحسناء الرشيقة في منبت السوء. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. Serviteur d'Allah, c'est la vision prophétique juste et guidée envers la personnalité de la femme qui est capable de donner à l'homme le bonheur, la tranquillité et la stabilité. Elle est ainsi l'enseignante des générations, la créatrice de héros et l'éducatrice des génies.
Le grand messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a insisté pour que le mariage repose sur des fondements solides et équilibrés, répondant aux exigences du corps, de l'esprit, de l'âme et des émotions, afin qu'elles soient solides, afin qu'elles soient ce mariage solide. فنسألالله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أيها الأفاضل والفضليات. عباد الله، إماء الله، أيها المسلمون والمسلمات، أحد الأفاضل حاضر بيننا الآن، أبى إلا أن تكون آخر مهمة له هنا بباريس أن يصلي معنا الجمعة. وكان هذا الرجل الفاضل حفظه الله تعالى نعم الرجل، إذ لم يدخر أي جهد في مساندة المسلمين هنا بفرنسا، وكذلك مساندة نشاطات مسجدنا هذا المبارك، مسجد باريس الكبير، ورقي إلى مهمة أعلى ورتبة أعلى، والتي نسأل الله تعالى له فيها مزيد نجاح وتوفيق وتألق ودفاع عن الإسلام والمسلمين حيثما حل وارتحل. فاللهم أيها الفاضل والفاضلات، إني داع فأمين، بارك الله فيكم، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيه بركة دائمة في الأهل والمال والولد والعشيرة والوظائف والمهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم حصن فروجنا ويسر أمورنا، واكفنا بحلالك من حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم بارك لكل زوجين وبارك عليهما، واجمع بينهما في خير ومودة ورحمة، وارزقهم الذرية الصالحة الطيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وخفف أوزارنا، وثبت حجتنا، وبيض وجوهنا، وارفع درجاتنا نحن ووالدينا والمؤمنين أجمعين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين آمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، حذوا بالأقدام لا تذروا فرجات يتخللها الشيطان، أتموا الأول فالأول، بارك الله فيكم. استقيموا. الله أكبر الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم
ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.